السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. جيت باركو كامل لاباس وركو كامل بخير. لا فيديو تاع اليوم راح تكون على لا دانيير افونتور تاعنا في جزيره بالي باندونيسيا. دونك ما تنساوش تابوني ولا شان يوتيوب و ثانكس فور واتشين. الجورني تاعنا بدات بان ابل يكون نستناو فيه دوبي لونطون. خبر لي فرح قال عيطتنا لومباسا تاع الجزائر. رحنا على ايروبور دوميستيك تاع بالي باش شرينا بيه من بالي لجاكرتا. عجبنا التكييف راحوا لجاكرتا. شكون لي زاناليز؟ والله لي زاناليز. شكون كان هذا الخبر جانا على غفله. العشاء التالي بيناتنا جيت ميل بيان سير. اخر لحظه تاعنا مع بعض في المنزل اللي جمعنا. وي هاد تو انجوي اور لاست مومنتس مع بعض. رغم دوراني باكي في حوايج هذا خاصك هادو باسكو دونك عندنا فول الكابيتال تاع اندونيسيا جاكرتا باش من تما ندخلوا الجزائر. نستعرف سي تمام ان بو ديفيسيل هذايا بالكاع واش فوتنا لافونتور هذه تاع 5 موا وكاع لو شونجمون اللي فوتناه وكاع لي لوسون اللي تعلمناهم كان حقنا الله فاتحها. وانا نكمل باكي من باكي ونتلاقاو غدا ان شاء الله. لا اخو عندي بلاصه لوحده الغرف حبر مياه رميها. صباح الخير عليكم. ها هو حط النار هو واجد محفف مكرط كلش جديد محفين كلش صايب. عندنا زوج سوايع فولت من حبيت ما تجي 11 تاع الصباح. وان صباح الخير نور. واو اقرا واو اه يلا يا حبيبي هو اللي عندك البانل في الموتور باي لسه صايب صايب باي الجي باي الجي تبقى سيارة خويا. سيارة ما بطل. صاحبي ما عندكش اوتوريزاسيون باش تخرج الوقت هذا وماكوش لك رابسين كمامة دخل طوموبيل مليون خويا مليون مليون. هادو هما المومنتس اللي ما نحبهمش كامل تاع الوداع. سي با فاسيل بيان سور باش تودع صحابك اللي فوت معاهم باريودا طويله كيف كيف فوتنا بزاف لي زافونتور كيف كيف. و اي هوب ان شاء الله نتلاقاو في افونتور واحد اخر. خلنا الجيشي درنا تشيك ان تاعنا ودوك رانا قاعدين نستناو. ما حبتش كاتش. المهم اون فراهي سكتت هذيا. هذا وين لحقنا الايروبور درنا تشيك ان تاعنا حطنا الباكاج تاعنا مزيان اللي ما وزنوش الباكاج اون فما كانش شاحن الميزان تاعهم باسكو هنا مع باتيك ار تاع الايروبور دوميستيك الماكسيموم تاع البوتاك سي 20 كيلو. حنا ايماجين عندك الباكاج تاعك وزيت كارطه تاع كاميرا وكاين اللي عنده فاليزا وكلش. حاجه اخرى دوكا نروحوا من بالي لجاكرتا ديموندون لو رابيد تيست دير بري سونغين يوجدوه لك في زوج سوايع وما يتقاوش بزاف 150000 ما تفوت به في الايروبور ناسيونال تاعهم من بالي لجاكرتا باش تفوت نورمال. وهذا مكان اون برانسيب هذا مكان. دوكا حنا بقات لنا 5 دقائق باش نركبوا في الطياره دونك نتلاقاو في جاكرتا. ها بليك جواد او رايح انا نوجدو اول الراحلين. اول الراحلين علاش جواد معليش 5 شهور صعيب صعيب باش تفارق صحابك. والله الله غير واعره واعره مازال مازال ما استوعبوها مازال مازال لا مازال ديجا هذا البلوغ يشوفوه كي كاش نهار كاش نهار فين دخلوه كلش. ها بليك قشوا يوجد فيه وهذا قشنا وهذا تاع الاخر. المهم يدخل معنا الجزائر. جواد يروح لنا في ستيتس نتلاقاو في ساعه تاع فرح وخير ان شاء الله. ان شاء الله نعاودو نتلاقاو ان شاء الله. نتلاقاو نتلاقاو في كاش مرض كي يجيك بانديميك واحد اخرى نقلعو. نرقدو شويه في الريستو شويه هنايا اون فرا نقدر تريح شويه باسكو ملي لحقنا لجاكرتا ما ريحناش كامل. رحنا للاوفيس تاع قطر ايرويز باش يبدلوا لنا البي تاعنا اللي ما ركبناش فيه يبدلوه لنا من جاكرتا للدوحه الغدوه ان شاء الله. دونك البروسيس هذاك شد لنا بزاف وقت. وملي لحقنا على 11 ونص تاع الصباح دوك 10 تاع الليل باش قدروا يبدلوا لنا لي بي والحمد لله فينالمون راهم بدلوا لنا لي بي ودوك نقدروا نريحوا نقدروا ناكلوا نريحوا. هذا جواد راهو يدور دونك ما بقالوش بزاف وقت راهو يوجد في روحو يشوف كوارطو يروح يدير تشيك ان تاعو كلش. لافونتور جاز طري بيان مي كيما نقولوا خلاص الحفله الله غير لحظات صعبه. صباح مع امين ورضوان دوكا مع جواد رانا منقصوا بالواحد كل واحد يتيليمينا كل زوج دقائق. امين ورضوان رضوان راح يولي فرنسا وامين راح يروح لماليزيا والشبيبه راح تروح للجزائر وانا للاسف مانيش رايح للجزائر. علاه؟ للاسف من بعد نحكي لكم. الله عليك تبين ولي الجزائر والله. فايا اي من بعد
كما قلت لكم قبل من حفل حضرات الوداع راح جواد ودوك بقينا غير انا وزكي عبد النور نكملوا لافونتير وحدنا للجزائر. رانا فريناها درنا تشيك انت على البارح اونلاين وكما شفتوا جوست قبلها جوزنا لاصواري مع جواد حتى الوحده تاع الصباح حتى وين راح الفول تاعو وما عاد شفنا بلي راح الحال كانت الوحده ونص تاع الصباح دونك ديسيدينا باش نريحوا في الايروبور دونك فوتنا لينا في الايروبور قعدنا في البون كلش سيتي بيان سيتي بيان وما عندنا الصباح دورنا شويه في الايروبور كلينا قدامنا من هيك ومن بعد خرجنا لي بوردينغ باس تاعنا دفعنا الباجاج تاعنا وفتنا على الايميغراسيون وهذوك الامورات ودوكا رانا قاعدين رانا نستغلوا في لافي مع سانسيت وبيان سور قطر ايرويز كان ستريكت في الرولز اللي متعلقين بالبانديميك حطنا الماسك الكون واحد البروتاج هكا ترونسبارون فوتنا فول تاع 8 سوايع ونص ريحنا فيه شويه باسكو جرينا بزاف وكلش ومن بعد لحقنا القطر ديك لحقنا القطر الحاجه اللي درناها سيكو خرجنا من الطياره لحقنا هذا البلاصه وضربنا فيها ركضه ودوكا راهي 6 تاع الصباح نستناو حتى الدم يانونسيو لنا الفول تاعنا ويعطونا البوردينغ باس ونركبو في الطيارة ونروحو الجزائر مازلت لنا واحد 18 ساعة هكاك دونك نزيدو الريحة شوية لهنا وبعدها ساهل كملنا سنينا حتى 7 تاع عشية باش جا ممثلي السفارة تاع الجزائر في قطر وجات الطيارة تاع الإجا اللي تدينا الجزائر نقدرنا تشيكين تاعنا ركبنا في الطيارة ودخلنا الجزائر والحمد لله. ليو شكرا نعم انبوكسين ساندويتش سالاد على بلاد يا جداك شنو هذا الكاطو والمعجون وك تعرف شويه منا ملها كاجو وحده ياغورت ياغورت باك من انت كنا نعزوه في بالي بالي صح تشتاقيا غالي لا صح تشتاقيا غوت في بالي كي راح يكون رومي يا ديك المنظر معليش ما تهمش لافي ليسونسيال ديكور تاع الدار كاين تلفزيون او كان نظيف مي كوم تشو تشاكو تم باكلوجي ما كنقولو دوبليلو قريتو واش كاين واش ما كاينش بون هما الرول تاع الكوفيد هذه بالقوانين وكلش بون ما فهميش بزاف كي كنا جايين من القطر لهنا كنت عارفو من البارح لحقنا الجزائر الحمد لله حقنا 12 ونص تاع الليل خرجنا حطينا دفعنا لي باسبور تاعنا غاردو لي باسبور تاعنا ركبنا في البيس نينا حتى السوايع ولا الثسوايع داروا لنا المطار ولحقنا اللوطيل على 7 تاع الصباح حطونا في مستغانم في ازاد اوتيل ودوكا راح نريبوزيو الواحد يرقد شويه كو تعرف مع ديك الاجو مالغري كل يوم راه عيد الاضحى باي ذا واي عيدكم مبارك وكل عام تبارك بخير ان شاء الله كنت حاب نفوتو في الدار بصح معليش الحمد لله على الاقل انا لهنا دوكا في الجزائر نتلاقاو ومن بعد شويه ان شاء الله الواحد ينوض يلقى البوطه هذيا دوزيام جور على الحجر الصحي بون بديناها بقهوة حليب الحاجة اللي بيزار شكون عندنا بزاف مشرومش قهوة حليب مع صباح مولفين توست الفاكهة وكذا مع صباح ربي ودوكا راهم جابولنا ابتداج الحمد لله سيتي بيان ماغريك احنا ورفنا الهيلثي وهذوك الامورات راهم يديرونا في الميزاجور تاع باش كي تدخل ديورنا نوالفو الماكلة تاع الدزاير ودوكا راح نحكم اللابتوب تاعي ونبدا نخدم عندي الفلوك تاع الرافتينغ راح نوجدو اليوم ان شاء الله وديجا بايظ الطيب نحشو فيديو هذي تكون الفلوك تاع الرافتينغ تحط وهذا الفلوك تحط جوست موراه وهذا ما كان انا اتمنى لكم من بون جورني ونتلاقاكم بعد ان شاء الله بعد ما فاتوا 7 ايام دخلنا الجزائر ومن الحجر الصحي اخيرا طلقوا صرحنا والحمد لله دخلنا لديورنا فرحوا العائله تاعنا حبيت نشارك معكم في هذا الفيديو لافونتور اللي عشناها تاع الدخله للجزائر ما تنساوش تسبسكرايب ولاشان نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله ثانكس فور واتشين وسلام.